ينطلق يوم غد معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته لعام 2018 برعاية من خادم الحرمين الملك سلمان ولمدة 10 أيام تحت شعار الكتاب مستقبل التحول. مقام طبعا في مركز الرياض الدولي للمعارض، فيما ستحل الإمارات ضيفة شرف هذه الدورة، ويضم المعرض أكثر من 50 فعالية ثقافية كورش عمل ولقاءات تدريبية للمؤلفين الجدد وحوارات معهم وحديث عن مجالات الكتب. كما يتيح المعرض للزوار خدمة مقارنة الأسعار بين دور العرض واستطلاع الآراء والترشيحات للكتب ومعرفة الأوقات المناسبة للزيارة من خلال التطبيق الذكي التابع للمعرض. معنا الآن مشاهدينا عبر الهاتف من الرياض الدكتور عبد الرحمن العاصم المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب. أهلا بك دكتور معنا. دكتور، عنوان معرض هذا العام، أهلا بك، هو الكتاب مستقبل التحول. دعنا نتحدث أكثر عن هذا العنوان وعلاقته أيضا بالتحولات والتغييرات التي تحصل الآن بالسعودية وعلاقة ذلك بالثقافة ونشرها في السعودية. طبعا ما في شك ان الشعار اللفظي للمعرض العام الحالي كتاب مستقبل التحول، وامتداد الشعار اللفظي للعام الماضي الكتاب هو تحول. طبعا قطاع الثقافي كان من الاولويات اللي تعاطتها رؤيه المملكه 2030 برنامج التحول الوطني 2020. فان نؤمن في الوزاره ان الوزاره تدعم كل ما يحقق رؤيه المملكه 2030 ويحقق تطلعات المواطنين من القطاع الثقافي. نعم، طيب ودنا لو نسمع منك تفاصيل أكثر ربما عن تفاصيل معرض الكتاب هذا العام، أقسامه، حجمه، الكتاب المشاركين، هل سيكون هناك مشاركات من كتاب كبار أيضا، الفعاليات وهي المفروض يعني أكثر من 50 فعالية. طبعا أبدأ من حيث الفعاليات، طبعا هي 80 فعالية وليست 50 فعالية. طبعا 56 هي عبارة عن ورش عمل موجهة للكتاب الجدد بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى المنبرية كالمحاضرات والندوات والمسيات الشعرية. يشارك في المعرض أكثر من 550 دار نشر من 27 دولة. منصات التوقيع حتى الآن عدد المسجلين يزيد عن 350 مؤلف. طبعا خصصنا جناح ضخم للطفل عبارة عن أركان تفاعلية، أكثر من 23 فعالية راح تنظم في جناح الطفل. عندنا فعالية ماراثون الترجمة وهي طبعا تقدم لأول مرة، والهدف هو الترجمة من اللغة الإنجليزية من اللغة العربية للغات الحية الأخرى عن المنطقة السعودية وعن الثقافة السعودية وعن الأماكن الأثرية وعن الأماكن التي تستحق الزيارة في المملكة. بإذن الله تعالى يكون برنامج ثري ومتنوع يخدم جميع فئات المجتمع. نعم، أشكرك جزيل الشكر إذن الدكتور عبد الرحمن العاصم المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب.